إن إيفنت السعودية اليوم أقيم ليلة أمس فعاليات الحدث الترفيهي جوي أورد، وهو أضخم حفل تكريم من نوعه في الشرق الأوسط والعالم العربي تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه وضمن فعاليات موسم الرياض. المزيد في سياق التقرير التالي مع زميلنا مشعل الخامسي. تغطية الحدث الأضخم في مجال الفن، نجاحات من ألمع نجوم الوطن العربي والعالم يكرمون في حفل صناع الترفيه برعاية هيئة الترفيه، وفعلا موسم فوق الخيال. احنا جايين الليلة عشان نسعد وننبسط بتكريم زملاء لنا موجودين الليلة إن شاء الله بحول الله كلهم ينالوا التكريم وينالوا الجوائز. مبروك للمملكة العربية السعودية لثاني مرة في هذا الاحتفالية، وإن شاء الله نلتقي مع بعض دائما مع أخواننا الفنانين. مبسوطة كثير بتواجدي هون بالسعودية للمرة الثانية. أنا بجوي أوردز أكيد سعيدة بالنجوم كلهم بالوطن العربي والعالم في حفل كثير حلو، حفل كثير ضخم، وكل هيك الأجواء حلوة، يعني الكل بيعرف كله والكل مبسوط وحلو. It's positive. اللي جواي يقوله حقيقي كتير. أنا أفتخر وأعتز وسعيد جدا بوجودي بالسعودية بين أهل السعودية. شرف كبير لإلي اللي عم بيصير من السعودية ومن حكام السعودية ومن مسؤولين عن هذا المهرجان الحدث، إنه يكرم نجوم الوطن العربي أو فنانين الوطن العربي بأكثر من مجال على أرض السعودية اللي هي أرض عظيمة كريمة. تجديد العهد واللقاءات اللي مثل هذه مميزة. في ناس سعدت بلقاهم الحقيقة وتفاجأت بتواجدهم، لأن الفرص ما تجمعنا الحقيقة، لكن المحافل مثل هذه مثمرة تجمعنا. الاحتفال الكبير وهذا الشيء الغير مسبوق الحقيقة يعطي عند الفنانين حافز كبير أنهم يقدموا أجمل ما عندهم وأحلى ما عندهم دائما. طبعا هو أضخم وأهم حفل توزيع جوائز في الشرق الأوسط من الرياض ينطلق، ف يعني we are proud إنه يعني من الرياض طلعت حفل توزيع جوائز ضخم بهذه الضخامة. أنا حابة أقول شغلة، إنه كانت دائما هيك أنظارنا تتجه على المهرجانات العالمية. اليوم بالمملكة العربية السعودية كل أنظار العالم ونجوم العالم موجودين اليوم بجوي أورد، هيدا فخر لنا كلنا. والله أنا سعيد جدا بهالبهاء والجمال والفخامة، وسعيد جدا بهالعدد الهائل من المدعوين والضيوف والفنانين والنجوم والنجمات اللي موجودين بهذا المهرجان، وسعيد إنه بالدورة الثانية من هالإيفنت الجوي أورد في تطور هائل جدا. سعيدة بتواجدي وبحضوري بين زملائي وبين هالنجوم وبين هالأسماء الكبيرة. سعيدة أكثر أنه هذا الشيء مقام في المملكة، يعني كوني سعودية ومقام في أرض السعودية وفي العاصمة. إحنا اليوم متواجدين للفرحة، سواء يعني الفنانين المرشحين للجائزة سواء طرب أو ممثلين، أو إحنا كلنا سعيدين. فعلا موسم الرياض فوق الخيال. بشكل عام احنا في المملكة العربية السعودية نعيش ايام فوق الخيال، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. اليوم لما تشوف مثل هذا الحفل، حفل التكريم اللي يضم فنانين، لاعبين كرة قدم، رياضيين، وايضا فنانين في مجال التمثيل او حتى في مجال الطرب والغناء، اسماء كبيرة، مهرجان تكريم على اعلى مستوى، هو الاكبر على مستوى الشرق الاوسط. تشوف مثل هالنجوم هذول موجودين عندك اليوم في الرياض ويكرمون، مثل ما ذكر أحد الفنانين، هو حافز للجميع، جميع الفنانين والرياضيين وكذلك المطربين في تقديم مثلا عطاءات أكبر، وأيضا الطموح للحصول على مثل هذا التكريم داخل الرياض من خلال هيئة الترفيه.